هو اصلا ازاي بنصور المشهد؟ لقطات صح؟ طيب لو المشهد وان شوت يعني لقطه واحده، هيكون فين مكان الاضاءه وازاي احرك الكاميرا؟ طيب لو مش معايا فريق عمل، هل اقدر اعمل كل حاجه لوحدي؟ ده اللي هنعرفه في الكورس بتاعنا. 3 2 1 and action. الكورس ده هيكون مهم لكل المخرجين ومديرين التصوير وصناع الافلام. في نهايه الكورس هيكون عندك رؤيه كامله للتنفيذ، مشهد كامل، لقطه واحده، وان شوت، بدايه من التحضير على الورق لحد التصوير والتنفيذ. وهنشوف المشهد اللي صورناه في شكله النهائي مع بعض. معاكم صانع الافلام السيناريست والمخرج احمد عاطف. هتلاقي الكورس ده موجود على coursestore.com.